الرصاصة دي معايا من سنتين، كنت شايلها عشان أقتل واحد دمر حياتي. لما روحت سينا كانت معايا، ولما قامت الحرب وحصل اللي حصل برضو كانت معايا. النهاردة أنا محتار أقتل بيها مين ولا مين. كل يوم بيمر عليا بحس إني كنت غلطان. رصاصة واحدة مش كفاية، كان لازم أرجع بعشرة، بمية، بألف. لا يا محمد اوعى تنهار. كل اللي حصل وحكيت لي عنه انا شفته وعشته، واعترف اني كنت على وشك الانهيار فعلا، لكن ده طبيعي بعد هزيمة اي دولة. بعد الهزيمة لازم يطلع على السطح نفايات وتموت فينا حاجات حلوة كنا بنحبها، لكن المعدن الاصيل عمره ما يصدي، ومصر اصيلة. الرصاصة دي يا محمد ليها مكان واحد، صدر الطيار اللي طردك، صدر العسكري المحتل الأرض اللي مدفون فيها زمايلنا. لو دول ماتوا كل النفايات هتموت، والصدى هيخرج من حياتنا. تمام يا فندم، اتفضل. في غارة من غارات العدو سمعت واحد فيكم بيقول لازم نخليه يدفع الثمن. مين اللي قال كده؟ انا يا فندم. يظهر مش انا بس اللي سمعتك، القيادة كمان سمعتك. صدرت لنا الاوامر باننا نقوم باغارات انتقامية بافراد وراء خطوط العدو في كل سينا. عمليات القيادة بتسميها استنزاف، وأنا مصر أسميها دفع الثمن. פותחים ממלח, חמימים את המים, חמימים בפור אפוסי או בפור אחר. We'll be right back.
حصل؟ اشمعنى الدور ده البلد كلها طالعه لي على المحطه؟ البلد بقى من حقها تتنفس بعد ما عباس سابها. ما انا عارف انه سابها، بس سابها ازاي؟ يحكي لي. ما حدش لغايه دلوقتي عارف. كل اللي نعرفه اننا صباحنا يوم ما لقيناهوش في البلد، قلنا سافر مصر لكن ما رجعش، قلنا يمكن عيان. في ناس بقى يقولوا اتسجن، وناس قالوا انه مات اتقتل. حتى عمك نزل مصر مخصوص وراح لغايه بيته ورجع من غير ما يعرف حاجه. انا هعرف راح فين، والدور عليا الاقيه واخلص منه. هتلاقيه فين بس يا محمد؟ دي اسرار، انت عارف اننا في الجيش بنتعلم ما نقولش اسرار. المهم، وكيل الجمعيه الجديد عامل ايه؟ عبد الحميد بيه؟ الحقيقه حاجه تانيه خالص غير عباس، ومن يوم ما وصل والجماعه بتوع عباس بيحاربوه، انما قدر يمسكهم كويس. تصور انه غير كل موظفين الجمعيه، وقامت خناقه بينه وبين عبد المقصود بتاع الاتحاد الاشتراكي، راح مقدمه للمحكمه وشالوه من الاتحاد، والبلد بقت حاجة تانية. على الله تكون بقت حاجة أحسن مش أوحش. مش عارف والله، كل اللي حصل إن الناس ابتدت تتكلم، وتتكلم كتير. ما دام الناس ابتدوا يتكلموا يعني ابتدوا يفكروا. ده صحيح، الناس ابتدت تفكر وهي مطمنة، إنما أنا بقى لسه مش مطمن. الوكيل الجديد قاعد يقول اللوائح، القوانين، لكن السوق السودا زي ما هي، واللاعب نفس اللاعب، لا القانون نافع ولا اللوائح قادرة تعمل حاجة. ما هو مش كفاية إن وكيل الجمعية يتغير، ومش كفاية القانون، لازم إحنا اللي نتغير، وإحنا اللي نحاسب نفسنا، وده عايز وقت. طب سيبك من الموضوع ده، أنتوا عملتوا إيه؟ عملنا إيه في إيه؟ في الحرب؟ ولا حاجة. يعني إيه ولا حاجة؟ أنتوا مش عاملين حرب استنزاف؟ ما هي حرب الاستنزاف دي يعني حرب من بعيد لبعيد. صحيح إن رجالتنا حاربوا، قتلوا واتقتلوا، بس هتفضل حرب من بعيد لبعيد. لو جيت للحق، محدش مصدق حكاية الحرب دي. البلد كلها ما بقاش يهمها، واللي يتكلم عن الحرب نتريق عليه. شي محمد، محمد اخويا. زينب، الحمد لله على السلامة. ازيك يا زينب، وحشتيني. الله يسلمك. ازيك يا زينب، ازيك يا بت؟ ما شاء الله ما شاء الله. اعملي حسابك، مفيش جواز الا لما اجي واقعد هنا. مش لما تتجوز انت الاول؟ في اخي اتجوز قبل اخته. اه انت وخلاص كل حاجه جاهزه. يا حبيبي يا اخويا. فين نينا؟ نينا محمد ابني، الحمد لله على السلامه يا محمد. الحمد لله على السلامه. يا بركه الشيخ الدسوقي. يا نينا، هو انا كل ما اجي الاقيك قدام الفرن؟ من فرحتي بيك يا ابني. انت مش تقعد بقى يا محمد، حيرتني معاك. انا عارفه اذا كنت في الجيش ولا في الجامعه ولا بتحارب ولا بتذاكر، وبقالك 4 سنين على الحد يا ابني. اطمني يا نينا، المره دي هقعد معاك شويه. صحيح يا محمد، صحيح صحيح. محمد رايح فين؟ مالكيش دعوه. رايح بيت عمي؟ برضه مالكيش دعوه. طب انا بقى عارفه انت رايح فين، وعارفه كمان فاطمه مستنياك فين.
انا كنت فاكر ان حاجه لاقيكي في حاله تانية. مش عباس خلاص مشي؟ الجرح مش في عباس يا محمد. عباس مشي بس الجرح لسه فيا. بس لازم تنسي بقى يا فاطمه. انت قلت لي النوبه ان المصيبه ما تتنسيش الا بمصيبه اكبر، وانا مستنيه المصيبه الاكبر. لا يا فاطمه غلط. المصيبه ممكن تتنسي بان الانسان يبتدي يبني نفسه من جديد. هاتي ايدي. لا لازم نتخلص من العقدة دي. الحكاية اللي حصلت عقدتك، بس مش هتفضلي معقدة. يعني عملوا ايه؟ ادي عباس بيه اختفى وجه عبد الحميد بيه. عمل ايه عبد الحميد ده؟ اذا كانت قتيلة اهي اتقتلت اكتر، ولا ايه يا نعمان؟ على الاقل الواحد كان بيلاقي القرش، دلوقتي ما بنلاقيهوش. بس اصبر يا عمي، ده لسه ما فاتش كتير. نصبر انما نستسلم؟ لا، ما انا لا يمكن استسلم للي اسمه عبد الحميد ده. ما هو عمك واقع مع عبد الحميد، حاول في الاول انه يشتغل معاه زي ما كان بيشتغل مع عباس بيه، ما قدرش. وعبد الحميد مقاطعه ولا سائل فيه، ولغايه دلوقتي ما دخلش بيته ولا قبل ياكل لقمه معاه. ليه؟ سمعه عمك معروفه، كفايه اللي عمله ايام عباس، ولسه برضه ما سكتش. بيشتغل دلوقتي مع نعمان مدبولي، بيغلطوا في الجمعية سوا، بيبيعوا في السوق السودا سوا. إنما عمك بقى ناصح قوي، سايب كل العمايل باسم نعمان عشان يفضل هو في الأمان. ابتديت انسى، انسى اني عسكري وفي حرب. مع السلامة يا شيخ مدبول. الله يسلمك. مع السلامة يا نعمان. الله يسلمك. بس ما قلنا خلاص، ما دام انا وافقت تبقى تطمن. ربنا يخليك لي يا عم الحاج، ويخليك للبلد كلها. سلام عليكم. مع السلامة يا فاطمة. نعم يا بابا. اقعدي يا فاطمة. فيه موضوع جه وقته وكان لازم اكلمك فيه من زمان. ما انا ما اسمحش تعيش عانس طول عمرك. ايه رأيك في الجواز؟ سكت ليه؟ ولا زي البنات الصغيرين اللي بينكسفوا؟ طب تحب تعرفي مين هو؟ انت تعرفيه وانا اعرفه كويس. أنا بعتبره أحسن شاب في البلد اليومين دول. نعمان، نعمان ابن الشيخ مدبولي. إيه رأيك في اختياري بقى؟ موافقة طبعاً. لا لا لا، حرام عليك يا بابا، حرام. كفاية اللي عملته فيا. اتجننت يا بنت؟ اتجننت تقولي لا بعد كل اللي استحملته منك؟ ده أنا ما صدقت ألاقي حد يتجوزك بعد فضيحتك. بدل ما تحمل ربنا تقولي لا. انت عايزه تموتيني؟ ايه اللي حصل يا عمي؟ ايه اللي حصل؟ انا ما صدقت الاقي حد يرضى يتجوزها وحضرتها تقول لا.
ما انا خلاص ما بقاليش قيمه لا في البلد ولا ببيتي. امينه فاطمه اعتمدي عليا.